السيدات والسادة، اسمح لي دولة رئيس الوزراء المجري وصديقي العزيز فيكتور أوربان أن أنا أعرب لك عن تقديري واحترامي الشديد لك وللشعب المجري، وأيضا على المبادرة في دعوتنا للمرة الثانية لقمة فيشغراد والمباحثات الثنائية الإيجابية التي دائما ما تكون مباحثات طيبة ومثمرة في كافة المجالات. وأنا اسمحوا لي أقول لكم هنا أن أنا ليا تقدير كبير قوي لفخامة رئيس الوزراء على رؤيته وعلى قدرته على إدارة وتفهم الأمور سواء في المنطقة أو حتى في منطقة المتوسط، وبسجل احترامي وبسجل تقديري أيضا ليه على دعمه المتواصل لمصر واللي بدأ مبكر قوي منذ سنوات، وثقته في أن مصر ستتغلب على الظروف الصعبة اللي مرت بيها في 2011 و12 و13 وبقت في واقع أفضل دلوقتي في المجالات المختلفة. احنا اتفقنا دائما أو بنتفق دائما مع في كل لقاء بنلتقي بيه على ان احنا نتحرك للأمام في تعاوننا في المجالات المختلفة، وأقدر أقول النهاردة ان احنا اتفقنا على ان احنا نعمل قوة دفع كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة زي ما فخامة رئيس الوزراء ذكر، وأيضا في مجال السياحة ومجالات الصناعات المختلفة الأخرى، ونستفيد في مصر بالخبرات وبالقدرات التكنولوجية اللي موجودة لدى أصدقائنا في المجر، وده أمر إحنا نقدره. وأنا بقول لفخامة الرئيس إحنا محتاجين ومحتاجين هذا التعاون فيما بيننا. كمان تحدثنا يمكن على قضايا زي أنا تحدثت فيها بالأمس يعني عن موضوع الهجرة غير الشرعية والإجراءات اللي مصر بتقوم بيها لمنع خروج أي قارب أو أي هجرة غير شرعية عبر الحدود المصرية، وبقول إن إحنا بكرر الكلام اللي قلته امبارح تاني بكرره، إذا كنا محتاجين نمنع هجرة غير شرعية إلى أوروبا فلابد من عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار واللي بتتم يعني استخدام منافذها البحرية أو شواطئها في العبور إلى أوروبا بشكل أو بآخر. والبعد ده مش بس عشان أمن أوروبا، ولكن أيضا هو أنا أتصور أنه هو بعد زي ما بقول كده إنساني وأخلاقي، أن نحن ما نسمحش الناس تترمي في البحر بشكل أو بآخر يعني. اللي في مصر اللي بيحصل ده والإنجازات اللي فخامة رئيس الوزراء اتكلم عنها، هبقى سعيد قوي لما تزور مصر وترى ده بنفسك عند افتتاح العاصمة الجديدة في مصر، لأن ده هيبقى إعلان للجمهورية الجديدة في مصر اللي بعد فترة صعبة مرت على مصر خلال السنين اللي فاتت. أنا مرة تانية بشكر فخامة رئيس الوزراء على الدعوة، وبشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبشكره أيضا على تفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها، وأيضا قوة الدفع اللي تحققت النهاردة من خلال الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، من سواء كان مجالات اقتصادية أو تصنيعية أو حتى أمنية. فأنا مرة تانية بشكر فخامتك، وهو ده دايما القائد العظيم الحقيقة اللي أنا قابلته، ببقى سعيد دايما في بمقابلته والحديث معه في كافة الموضوعات. مرة تانية أنا بشكرك فخامة دولة رئيس الوزراء، وبهني الشعب المجري على قيادتك لي، وأتمنى لك كل توفيق. شكرا جزيلا.